الو، علشان ملفش وادور عليكم. انت فاهمه طبعا ان استمرار اي علاقه بيبقى نصيب. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني ممكن يبقى اتنين كويسين قوي مع بعض يمشوا في طريق يوصلوا النقطه، يحتاج كل واحد فيهم يمشي في طريق لوحده. طب ليه يمشي لوحده؟ مش فاهمه. طب انا هفهمك، يعني ساعات الواحد ممكن يبقى في علاقه ونفسه يدفش. فهمتي؟ فهمت. يدفش من مين بقى؟ الانفصال عن شبكتك صعب، بس انت لو دلوقتي مع اتصالات هتقدر تشترك في فوزي وتستفيد بعروض وخصومات في اكتر من 300 مكان في مصر. اتصالات، الدنيا لسه فيها اكتر.